هلا عم قصر الكم، كم طويل عم قصر. هاي الوحيدة جبتها معي من سوريا، صار عندي 35 سنة. هو عوز يعني من العتاز جبتها للعوز. بالثمانين آخر الثمانين جبتها، كنت أنا صغيرة جابتها أمي لأختي اللي أكبر مني، أختي ما حبتها جيت أنا خذيتها، كنت أنا صغيرة أخذتها. أنا بسوريا بس أخيط لأولادي، ما بخيط لحد بنوب، يعني شغلة خياطة لأولادي بس، يعني كنا عايشين بسوريا مكيفين، يعني ما نعايزين شيء. جوزي كان تاجر وبيتجر وبيشتغل ومصاري كل يوم جديدة، بس إجينا لهون بدنا نخيط بدنا نشتغل، يعني إذا ما خيطتي بالبيت تشتغلين برا. لا هاي شلتها حطيتها بسيارة، لأن أنا نزحت من أول الثورة، يعني ما بل ست أشهر حضر الثورة وفليت، أولادي صغار خفت عليهم. تواصل، يعني انا جبت لك هالصوفات انت تشتغلي لي اياهن وانطيش اجارك. بصمم يعني عبي بصمم كله بخيط. يعني حالته ضعيفة انا اخذ منه، واللي ماشي حاله رمزي. انا اولادي بيجيبوا جاهز، بس اذا عريض انا ضيق واظبط لهم اياه. يعني جوزي كبير عمره شي 57، اولادي شباب، زودهم يطلعون ما امن عليهم. اذا يشتغلون يا حرام يتعبون ويروحوا مصرياتهم، ليش يشتغلون؟ لا اقعد احسن. انه انا بي قصة انه ولادي قاعدين وانا اقعد منهم، بس ايش مجبورة، يعني مبسوطة اني لبيت لهم طلباتهم، شو بدهم ألبيهم، هاي مبسوطة منها. النساء كلها صارت تشتغل وتقدم لعيالاتها، كلها صارت تشتغل وتقدم لبيوتها. الأغلبية عتطلع برا، يعني انها تدور رزقتها وتشتغل. كنت أشتغل بالأرض ببيوت بلاستيكية، خيار وبندورة وفاصولية لوبيا. فن الخياطة فن. الأفكار أطالع من التلفون، يعني عبي شغلات أصممها أخيطها، مو انه بس تصاليح. تصاليح هاي لانه جاي من سوريا تصاليح. فساتين بحب عطول بخيط هيك فساتين. انا بصمم اللي الموديل اللي بدي اياه بصمم له اياه. يعني نحن نساعد بعضنا،
انت عندك يعني شغل ظرف، عندك شغلة اشتغلها عنك وهي تروح تساوي ظرفها. نحن المخيم كله هنا نحب بعضنا. يعني كل قعدتنا هرجتنا كلها تحت السجار، كل واحد مساوي خيمة صغيرة، تلاقي رجال لحال نسوان لحال، نقعد لأنه برود، لأنه هنا العازل نار، بالصيف نار يصير العوازل، كلها تلجأ تحت السجار. أم طلال أصلي من سوريا، ساكنة ببرياس، عم خيط وعيش ولادي.